السلام عليكم. شهر مايو داخل علينا بقوة وفي ألعاب كثيرة رهيبة وهذه أهمها. مين منا ما يعرف بوردرلاندز وكيف أنها تعتبر من أمتع الألعاب الشوتر الجماعية؟ والشهر هذا فريق جير بوكس راح يطلق لنا لعبة باتل بورن وراح تكون شيء مختلف بالكامل لأنها بتصنف كلعبة تصويب أبطال، يعني احتمال كبير راح تكون قريبة من ألعاب الموبا. ورسوم اللعبة بتكون سيل شيدد كرتونية، بيكون فيها 25 شخصية مختلفة لكل واحد منهم طريقة لعب خاصة فيه، وبتكون فيها مراحل منوعة. اللعبة الأكثر انتظاراً واللي حصلت على جائزة أكثر لعبة منتظرة في حفل جوائز ترو جيمينج ضمن فعاليات تي جي إكسبو، وراح تصدر أخيراً في شهر مايو، واللي بالرغم من كثرة تأجيلاتها ما تأثرت من حماس الجمهور وزاد الشوق لها، واللعبة مرشحة أن تكون أفضل لعبة في السنة. استوديو نوتي دوغ اللي قدم ألعاب كراش الأساسية وأجزاء ألعاب انشارتد المختلفة صرحوا بأنهم راح يقدمون مغامرة مذهلة بكافة عناصرها، وراح يحطون كل قدراتهم اللي تعلموها من الأجزاء السابقة في هذا الجزء، وعشان كذا أغلب الأدلة تشير على أنه يحتمل بيكون آخر جزء في السلسلة، وخاصة أن اسمه نهاية لص. والجدير بذكر بأنها راح تكون في نسخة معربة بالكامل قوائم وتمثيل صوتي، وطبعا راح يكون فيها طور لعب تعاوني. مر وقت طويل من يوم ما نزل أي إصدار لعبة دوم، وشركة بثيستا فاجأتنا الآن عن لعبة دوم جديدة في E3 السابق، وفي شهر مايو راح تصدر هذه اللعبة. تعتبر الجزء الرابع للسلسلة، واضح بأنه بيكون تركيزها على طور اللعب الجماعي أكثر من طور القصة، وستخدم محرك تطوير خاص فيها. في عام 1989 صدرت لعبة أكشن على جهاز كومودور أميغا وعنوانها Shadow of the Beast، وحصلت على إعجاب الكثيرين. وبعد سنوات طويلة راح نحصل على ريميك اللعبة حصريا على جهاز بلايستيشن 4، واللعبة عبارة عن أكشن مع بلاتفورم من التصوير الجانبي برسوم ثلاثية الأبعاد وكثير من الدم والأكشن. انزلت على بلايستيشن 3 قبل سنوات، والحين راح يعاد إصدار نسخة محسنة لها على جهاز بلايستيشن 4، واللعبة عبارة عن RPG استراتيجي، والجميل فيها أن رسومها كانت مميزة كأنها مرسومة بقلم رصاص، وطبعا قصة اللعبة ممتازة، ونزل بعدها أجزاء ثانية للبي اس بي والفيتا، بس طبعا ما في جزء تفوق على اللعبة الأصلية. اللعبة اللي من يوم ما شرت الإكس بوكس وان وقت الإصدار هي موجودة في خانة البري أوردر، هو تعتبر الجزء الثاني من سلسلة ألعاب التصويب هوم فرونت، وتأجلت أكثر من مرة بسبب إفلاس الشركة الناشرة لها THQ وحصول ديب سيلفر على الحقوق وتغيير فريق التطوير من كرايتك يو كي إلى دامباسترز ستوديو. وشهر هذا راح نحصل على اللعبة أخيرا. اللعبة تدور أحداثها بعد 4 سنوات من قصة الجزء الأول في مدينة فيلادلفيا، وراح تواجه محاولة احتلال كوريا الشمالية للولايات المتحدة الأمريكية. شركة بليزرد قررت أنها تدخل سوق ألعاب التصويب الجماعية بلعبتها الجديدة Overwatch، واللي تشبه كثير لعبة باتل بورن، وفيها شخصيات متنوعة وكل واحدة قدرات خاصة فيهم. واللي يميز عن لعبة باتل بورن أن بليزرد سوقت لها بشكل أفضل بحيث أنتجت فيلم قصير وسلسلة قصص مصورة للعبة. تعتبر النسخة الكاملة من لعبة التصويب Killing Floor 2، وميزة اللعبة لعبها الجماعي اللي يوصل إلى 6 لاعبين يكونون فريق واحد ضد المخلوقات اللي اسمها زيتس، وهي انتجت عن تجربة أسلحة بيولوجية فاشلة، وصار عليكم أنكم تحاولون تنجون منهم، وأهم شيء في اللعبة مين أكثر واحد يقتل المخلوقات فيها. جزء جديد من لعبة سلاحف النينجا، وهذه المرة ما هو مبني على فيلم ولا على مسلسل كرتوني، ومن تطوير بلاتينيوم جيمز اللي اشتهرت بألعاب بايونيتا. واللعبة بيكون فيها طور لعب تعاوني لكل من السلاحف الأربعة، وبتكون فيها حركات تعاونية بين الأربع سلاحف، وطبعا بيكون في نظام قتال ممتع مثل ما تعودنا من ألعاب بلاتينيوم. وهذه كانت أهم الألعاب اللي راح تنزل شهر مايو. قولوا لنا إيش عجبكم منها وإيش الألعاب اللي ناويين تشترونها، وعطونا لايك لو عجبكم الفيديو، ولا تنسون تشتركون في قناتنا. كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.